لنا والكل يبحث عن الوصول للمباراة النهائية. نقول مبروك القادسية أيضا وهاردك للتضامن اللي راح يلعب على المركز الثالث والرابع، بينما القادسية ينتظر من هو البطولة العربية في مصر بين الإسماعيلي والرجاء المغربي ممثلا عن الكويت بداخل أرضية الملعب. عوبة على طول، كاشي يهيئ، فيصل زايد يمرر العكاشي، ولكن ايضا تواجد لعبد الرحمن الشريفي، لعبد الرحمن الشريفي في اول اربع دقائق، في اول اربع دقائق العكاشي وفيصل وكوفي، كوفي يتقدم، كوفي ولاعب خطير وعنده هدفين، بيحاول يمر مر لكن انقطعت من امامه، برافو الشاب ايضا يقطعها. علي حسين تنتقل الكره الى ديمبلي سريع، ديمبلي ومعه تونسي رامي بوشنيبه، ولكن وين؟ برا الملعب الى اول ركنيه. ست دقائق الحقيقه والدخول على الدقيقه السابعه، نقول اول ركنيه مع اول سبع دقائق هذه الكره، وهذا تدخل مع اللاعب الهاجري لعلي حسين، وعلي حسين لجمعه سعيد، جمعه يحاول خطوه والثانيه وين بيوصل، يلعبها خطيرة لكن أيضا تبعد من العليان، بعدها لاعب جيد أيضا وتعود مرة ثانية، بعدها خطيرة كان القطان والعرضية والرأسية مرت بسلام لأنها رايحة على القائم الأيسر حقيقة من اللاعب المالي عبد الواحد سيسوكو. سيسوكو إذا يظهر ويلعب كرة قوية لكن رأسية، شوف شوف هذه الكرة، شوف شوف رأسية والله رأي يعني الحارس بعيد عنها عبد الرحمن الشريفي بعيد. طبعا مباريات دوري التصنيف وهنا الملعوبة يبعد ولا زالت خطيرة، وسلامات لحارس المرمى عبد الرحمن الشريفي، أبعد له كرة خطيرة رايحة للهجوم بالسلامة، شايفة على أرضية الملعب. وأيضا سيسوكو اللي كان في المرة الماضية، شوف 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 برافو أبعدها صح، وسيسوكو وين أيضا لعبت وأخيرا هي إلى ضربة مرمى. فيصل زايد يلعب كرات خطيرة، وشوف تقدم فهد حمود دائما، أيضا فهد حمود يسجل، أيضا فهد الهاجري يسجل، رامي البدوي يسجل من الكرات فهد الهاجري، ركنية فيصل زايد عليها فيصل وملعوبة على طول تبعد، العكايشي بيمور وبيعلي كرة خطيرة لكن أقرب لي عبد الرحمن الشريف، أقرب لي عبد الرحمن الشريفي ويسقط على أرضية الملعب. سلامات سلامات السلامة حقيقة، أيضا برقان يكسب حارس جيد لأمانة سواء في مبارياته في التصنيف أو حتى في دوري الدرجة حيل، بل الحيل والكويت على الساح بوجوده، ولا كان باي في التمهيدي طبعا نادي الكويت. هذه خطيرة، كارت أصفر لأن في لاعب يقول له على اليسار ممكن، وخطيرة لو راح فيها. نعم الكارت الأصفر، كارت الأصفر لأحمد العليان، أحمد العليان أول انذار في المباراة. شوف اللعبة وسريعة أيضا كانت، و لا هذه شوف السد، نعم إنما الحارس وأيضا الإعادة كانت فيها خاطئة. هذا غير راية، غير راية لأن المدافع الثاني بعيد حسب الرؤية والواضحة لنا. كارت أحمر، كارت أحمر بناء على قرار يوسف النصار هناك في غرفة التحكم الفي اي ار، وشوف شوف شوف وهكتم يا يوسف بطيبان، شوف الشد هناك بعيد 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 اللي هو نتكلم عن رامي بوشنيبة، ولذلك نادوه واستدعوه وشاف اللقطة، هو كان ممكن بلحظة مشد ولحظة على اليمين على اليسار طالع يقول لك لا. الآن إذن يطرد، ليس انذار، طرد في الدقيقة 20 راح يكلف برقان الشيء الكثير، راح يكلف برقان الشيء الكثير. هاردلك معلش، هو فهد الهاجري، الهاجري تنقطع ترجع مرة ثانية، يعني هو الكويت أساسا مسيطر على المباراة، والآن هذه خطيرة من الجول، راية 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 راية، ما أكملت الفرحة، ما أكملت الفرحة، راية
احمد صادق، رايه احمد صادق. اللعبه حلوه كانت، والتسافين ملعوبه، والراسيه ايضا تبعد، راسيه تبعد. ديمبلي، ديمبلي لفيصل زايد، فيصل، فيصل عرضيه صح لفيصل، وجول. اتكلم عن فهد الهاجري دائما، هو من يفتتح ويسجل لانه يعشق الاهداف. فهد الهاجري يسجل في الدقيقه 31، في الدقيقه 31 فهد الهاجري. اتكلمت قبل الهدف بان لاعب دائما يتقدم، محمد عبد الله وليد ايضا نصار يتحدثون بعد الهدف. شوف 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 ديمبلي لما لعبها لفيصل زايد، تقدم فيصل زايد ويلعب العرضية بشماله، ويا سلام تمركز صح ولعبها بالزاوية الصعبة. فيصل زايد يصنع وفهد الهاجري يسجل. لعبة الركنية سريعة، وينت اللعب من إملي علي حسين، فيصل زايد. أوه خطرة، خطرة مرت بسلام على مرمى عبد الرحمن الشريفي. فيصل زايد أيضا من الجهة الأخرى يلعب له كرة، لكن مرت بسلام، مرت بسلام. شوف 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 راح على القائم. والله تدخل فيها، وهذه الكرة ملعوبة، يبعدها علي حسين. جمعة سعيد على الجهة، صار فيصل زايد سريعة، جمعة خطوته سريع أيضا، يمر من ظهر الرقم. خطيرة هذه، خطيرة للكويت، خطيرة، لكنها بالشبك من الخارج، بالشبك من الخارج مع فيصل زايد، وكان متمكن أيضا الآخر أحمد العكايشي، لكن هو رأى أنه يلعبها على المرمى، وأخيرا هي برا الملعب إلى يعني وضعه داخل الملعب. هذه كرة ملعوبة، سلام ثقة الحقيقة، صالح العنزي تنقطع، خطيرة، خطيرة للكويت، والعرضية، وفيصل وين يلعبها؟ ونشالها الدفاع، شالها الدفاع، إيغور، ويطالبون بركلة جزاء، ممكن فيها لمسة يد. كوفي، كوفي في صافرة، يقول له رجع الكرة. رامي بوشنيبة، خطيرة، خطيرة، الأخطاء ابن دفاع برقان اليوم أخطاء كارثية لما لعبها حقيقة. طيب كان انفراد العكايشي، شد سحب منيلة، هنا كرة، جمعة سعيد، جمعة سعيد، جمعة سعيد، لكن وين؟ لو مو لامس المدافع ممكن تكون رايحة للمرمى، هو مركز على الزاوية اليسار، مركز جمعة سعيد. لأحمد حزام، حزام، أحمد حزام يتقدم، خطيرة، خطيرة، الله شالها، شالها وكملها حارس المرمى بعدها عبد الله البريتشي، عبد الله البريتشي. أحمد حزام أيضا لاعب مهاري الحقيقة، والكرة تنقطع مرة أخرى من رامي بوشنيبة. زنكي، عبد الله البريتشي، شوت تضرب في زميله أحمد العكاشي،